بس لينات لجو قاسم وبقى لكم زعما. شوف انتوما ما تكونش الموسيقى بوجيو بوجي، واخا ما كايناش الموسيقى غا بوجي. اجي انتوما علمتوا القي ها عندكم لا سينيسيس ها غاجيتو انستاليتو ردق 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 ردق. قلت لك انت بوجي، انت بقات بوجي، انت ويا غا بوجيو. عاد اش دير انت؟ تحير علق لي انت شويه شونجيوها. ها بغيتوها دك تقوم مع الوقت، ها بغيتوها النشاط، زيد زيد يلا لينا الدريات ايوا النشاط يلا سير يلا. الفلاكس اجي سمحي لينا خير.
علاش صافي صافي حركتوا الكتاف ها لا الا خاصنا داكشي لا تبارك يلا سيروا راه الهوندا تسناكم ديو انت تيري فيهم انت تيري بالويت هو تيري بالسيس اقصار زينه دي ها والله الا خاصنا وقف وقف ليه وقف شغلنا حنا البلاصي كات كات وقف الملاح وصراحه هاد القصاره هادي مرحبا بكم في القصاره ديال ايتو غيغ المود ديال الضحك. وقبل ما نبداو هاد القصاره هادي غنقدم لكم واحد الفنان هرم ديال الفكاهه في المغرب والساد ديالنا كاملين محمد الخياري. شكرا شكرا على الواجب. شكرا شكرا ولدي الله يحفظك استاذ. اهلا وسهلا ومرحبا بالجمهور ديالنا. يمكن لنا الا نفرحوا بعد هذا الغياب ونشوفكم من جديد ان شاء الله. الله يكمل بخير ويخليكم دائما دعم لنا. اجي 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 نجيب لك شي امانه. امانه خدام في بوسطه انت. لا وخلينا نجيب لك الباروك زيد قبل ما نجيب الباروك. واخا سي كنصفقوا بحراره على هاد الوليدات اللي هما ولادنا واللي كبروا في احضاننا وما كان جاملوهمش. كل ما الطاقم اللي كيشكلوا هذا العرض ديال اليوم ما كان جاملوهمش. كنتكلموا من القلب الصادق انهم كانوا ولادنا ودازوا في واحد المجموعه ديال الفنانين وكل من اختيره كان الاهل وكان الاحسن. فكنحييو رشيد رفيق وكنحييو الشباب كلهم اللي كانوا معنا. ودابا علاش كتقولوا لي انا باكم؟ وبصراحه رجعت بيرسونال وهنا اليوم جينا نكرموك انت اللي دربتي في الفن بزاف وبزاف وبزاف وحنا تعلمنا منك بزاف. شكرا على التواضع ديالك. والعفو 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 هاد الكادو صغيور من فرقة إيموراجي كاملة كتشكرك. شكرا شكرا وكتكرمك هاد النهار والوقت مكرماني وزدتو كرمتوني نتوما وتستاهل كل خير. هاكا بابا مرحبا. هايا هارا لي الصحافة جي تصويران. هارا شكرا شكرا لكم بزاف. شكرا لطاليس وشكرا لوليداته وشكرا لكم كلكم اللي فكرتوا فيا. وما هذا الا دعم واستمرار ان شاء الله لقدام. فموعدنا ان شاء الله من بعد رمضان مع العرض الجديد ديالي لي غيش بونسابل ان شاء الله بهذه القاعه اللي ملا ومع طاليس ان شاء الله. بقيت سهره ممتعه. شكرا وانا راه مقلق عليكم. واسمح لي وكتقولوا لي باكم العام كله وانتم خدامين وانا بارك. شكرا لكم بزاف وتبارك الله عليكم بزاف وبون سبيكتاكل. وانتم هما الدعم ديالنا بطبيعه الحال. ما نطولش عليكم. عرض شيق في انتظاركم. تصفيقات حاره لطاليس وليداتو. سيروا مع السيد وريو الباب. زيد سيروا اما تيريش. لا راه قال لك حميني ماشي شبر معايا. زيد مين زيد سير غدسروني السروال غيولي واحد يدير كارت كول غدسروني. صفقوا لينا لمحمد خياري بحراره. اجيو قلت لكم ديما تجوش مع اجيو. طق 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 مرخيين بحال الكرشه اللي مرقده في الماء. ودابا مع بدينا هاد الفيشطة هادي إن شاء الله تعالى غنبداوها بواحد القصارة وغنقدم لكم واحد ثنائي. لا وقف أنتوما بجوج راه تولاتي. أنت بعدا فيك خماس يا ريح. واحد ثنائي شعبان ورمضان. شكون؟ خد راه اتفقنا باش ندخلوا انا وياك اصاحبي. ثانيا منين كندخلوا عند الجمهور كنحييوه. ما دخلاش كات ميمور والله العظيم بالله الا راكم عزاز الجمهور ديال كازا. اتصوروا معايا نتصوروا زعما تخيلوا معايا. احنا تخيلنا سيدي شنو كاين؟ الشعبي الهيب هوب. واش دابا فين ما تسبقني دير الهيب هوب؟ الهيب هوب راه نشوف شي وجيبه راه نشوف يلا
وزير معايا زيد زير كدر لك انا عرفت اللي خرج عليك ولكن انا غنفورماطيك الى فورماطي ان شاء الله اللي لك عندك الزر نو ديسك وارقب عندك الزر ارا سيدي ندور انا وياك المناطق ديال المغرب ارا لنا الشرق يمشيو الشرق يشربوا اتاي فين نمشيو دابا ارا الناس سيدي الشلوح الشلوح بسم الله الرحمن الرحيم نكرموا الرويجه اليوم سير الله الشلحام خطره بالفرنساويه فعلا ورا النجبال اسيدي اجبال يمشيو يشربوا اتاي اجي تشوف السواسه وهما الوحيدين في العالم اللي يضربوا الكمان جامل تحت هما ومن هما والكامبوج صلايلو 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 محمد صلايلو 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 محمد ديروا ليه دي وندير له حانوته المشاريع تبارك الله عليك ارى الناس سيدي الجهه ديال الدار البيضاء الكبرى طرعت 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 سيدي نمشيو نشوفو الصحراوة صحرا ديانا اهو يا هو صحرا ديانا المغرب ديانا اهو يا هو المغرب ديالنا طن 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 ايوا 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 صافي ما تغامسوش راه حنا بغينا غنزيدو شويه واش تزيدو اش خرجهم خرجهم سير خرج خرج سير فعلاً هلا الله يجعل البركه منكم مزيان تبارك الله حنا قالك شعبان ورمضان لو اثنين والخميس مزيان تبارك الله لا رجال لا رجال لا رجال لا رجال قلت ليك ما تمشيش حدا البير راه فايطيه شي خمسة المرات في البير راك ياكل هذاك الشيء ديال الاسنان الدري كيفنفن مسطي اش شنو هي اللي جات جات لاريبات شكون هي ترافيك لا جدارمية لا امك لا وشكون هي اللي جات اختي ولا انت عندك اختك أه. وسير جيبه سير سير جيبه نشوفه السلعة السفريطة سير أخويا سير أنا أخته والله إلا أخته بالله والله إلا أخته الله يعطيني مصيبة فين تعال لأول أحبس أحبس نشوف واش كاين بقى سافا سافا اختك ما رجعش ما خرجاش لك كاع وهذه راهي اللي جات دير الاشار مع رشيد رافي داك المداسس
واش مش عرفت غني جدي هي اللي كتجبد الديسك ديال اعطيني ساكي الفيروز وهي تغني اعطيني ساكي يا تغني الفيروز انا غادي نشرح لكم دابا انا موهوبه ولكن راكم عارفين الحقاره موجودين كتبت اعطيني ساكي عطيتها الفيروز وصفت لها لاماكيت لا ماكيت شنيا دي شوكولات ولا زعما لا فيرسيون الاولانيه قبل ما تغنى ما عجبتهاش وكانت ملحنة على اللحن ديال اعطيني نايا وغني اعطيني ساكن ماكي بغن بغن اليوم زوينه شعر زعار عكار حمار حلف نوض روينا واش لا عمبي والله يبختك كنقول لك خليني نطيح في البير لا 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 غارق 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 فاف فاف واسمع عاوتاني من بعد عطيتها الأصالة عطيني الماء قالت لي أصالة قالت لي خليها بلحن مغربي أنا طارق العريان بيشجعني غني مغربي أعطيني ساكي باغن ماكي باغن بان اليوم زوينة شعري زار عكار خلفاء مواض روينة وندير حالة في الرجالة كل شي غوت يا أصالة نمرة عفا نهدار مع مولات عيوني قتالة ما بغاتش عاوتاني تغنيها من بعد وانا نمشي نشجع المنتوج ديال بلادي وبغيت نعطيها الام ولكن ام ما بغاتش حتى هي تغنيها انا قلت غير نشجعها قالت لك خاصك تلحنها بحال لحن ديال زرابي داكشي ديال ترقات 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 وصافي بحال هادو اللي كيقلقونا جبوا داغا ونسيتو اي 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 تاني ساكي باغن ماكي باغن باهن غني بان اليوم سوينا وندير حالة وندير حالة في الرجالة يا غني يا غني ولكن من بعد درت فابيني ديال ريدة الطلياني بقول لك ايه اغنية كسرت الدنيا بعدين نتكلم انا وانت مصري مع بعض لما نضل لوحدينا واتصف والحاجات انت عارف كملي لحنت فابيني وعطيتها لنانسي عجرم ولكن ما عندهاش السوف بدات تغنيها بحال هكا من صغري سوفري كابر نابولي تالي كنقول لك خليني نتلاح خلي والله جات هذا خليني نتلاح راه ولا عاي خاش ما تلاح بيقولوا يا حبيبي ما قالوا تلقى نسيت اطول سوف الغنات هو ياي سحر عيونه صافي ما كتزيدش كتعطيها فابيني ما قداتش من بعد وانا نعطيها لهيفا مع هيفا مثيره للجدل شنتي وكتغني وكدير لي مثيره جذابه ميرسي اخوها هذا اللي واقف وسطكم عطيتها لهيفا وهي تدير ليها عايش في انجي وهران ولا ميلانو ميرسي ليلى وملي غنت هاد الاغنيه غنت غير ماكيت ملي خداها ريدا الطلياني وبقات كتنزل عليهم في لي زانترفيو بدي قال له انا هاي الغنيه كانت لهايفه بالاساس بابا خذا مني ريدا الطلياني وصافي دابا بقى انا مقموعه خاصك تعاوني يلا غني لينا ديك ديال قولي لي ديال داك الريفي مع الصنهار لا دابا مع الريفي قال لك ما كاينش المنافسه في المغرب وانا نقول نشجع المنتوج ديال بلادي شجعنا عطيته اغنيه شرقيه لان ما بغاش يغني المغرب ما خصو يكون فيها الرش رش الرش الرش ايوا صافي ملي عطيتو هذيك الاغنيه عطيتو لحن شرقي على اساس الالحان الشرقيه جديده فيها زعما زينه عطيتو ليك الواوا ديال هيفا وهبي وما غناش مزيان ما قنعنيش ولكن هيفا غناتها مزيان بدا يدير ليها كملي حنا راه معاك هادي غتجيب لك الحكه اكثر بغى يغنيها ليك العابو سي حبيبي عايزه ما خدامش ليا والله الا الدري عندك طير دابا شنو غادي ندير تسجل ليا شي حاجه تعاونني شوفي سجال كاين
السال ماشي مك. شوفي شين تلتاك وندامة وغسير احنا جايين. سير هكا هكا وشري مشكيتو خذ لك المساسه ديال 4000 وسير خذ سير سير هيا خلي الطوموبيل تهدا معاك عندي الحساب عندك يديروا لك 4000. شوفي انا المنتوج المغربي كنبغي نشجعو. انت عندك واحد الطاقه ديال الله واجد وبلاتي احنا قبل ما نمشيو نشجعوا هذا المنتوج ان شاء الله نخليكم في فلسطين مع ابراهيم قباش وبلاتي Bonsoir. Bonjour. Ça va bien? Tu vas bien? Bon, Hadina. اللغة الفرنسية معضلة للشباب المغربي. كتقدر يا صاحبي قد الخلا زوين بمستاجو وخالع الفرنسي. الفرنسي أصلا غدرية. غي المسخوط عنده واحد لاطاي طاي مانكا لونغلي لا لونغلي طاي ماكس. شي فرنسي اللي قرينا حنا راه ما فرنسي ما والو. الفرنسي الواعر هي اللي قراو والدينا ناس قدام. كاول لي با انا نقرا فرنسي باقي الزالفابي ما كملوش. قال لي كانوا ديك الساعه حد اخ شي داك داك اي غوزيد ابسال داك الشيء تبارك زادوهم عنك شونا عاشي باش عرفت با كانت فرنسي حدا حد اير با ما تيقولش اير تقولها اير. ولاحظوا في والديكم كاملين كي ار ار ما كاين غير ار اكغيك زاد. وهي الفرنسي في الحقيقه راه ماشي مساله قرايه هي مساله فورما. دابا اللي عندهم على الفرنسي كيبان من الفورما ديالهم. هانتوما مثلا كتمشي لي زوتيل الابناك كتلقى دوك لي في ريسبسيون دوك البنات كتلقى واقفه دايره بحال بين عندها مع الفرنسي كتلقى من بعيد دايره بحال بحال اي بين عرفتي ملي كديروك تي ماجيسكو دخلنا داخل واحد لوطيل واش بان ليا واحد واحد اي دايره تي ماجيسكو كنت غندير لها اكغيك وانا نخاف السكيورتي ديالي يزيد وانا نزيد بحالك. واللي ما عندهاش مع الفرنسي حتى هي كتبان لك من الفورما كتلقى تبارك الله على خير وكتبان لك من المشيه ديالها ما كاين غا حتى مربوطه حتى مبسوطه الف مقصوره هذا وكتشف. انا شحال من واحد تيقول لي انا عندي واحد خالي خالي كيتجمع معايا تيقول لي شتي انت ابراهيم انت ابراهيم عندك عقليه ديال الكور اغا الفورما ما معاوناكش نيرو كاش ديال الفورما عرفتي مو داك اوغار اش غندير ليه غنمحطو فورما سي با هذيك هي الفورما. انا واحد النهار عيطوا لي شي اصدقاء ديالي من مراكش نصارى كانوا جاو وقلت الله تمشي عندهم جمعت البارطاج ديالي حيت كاين فرق بين الباجاج والبارطاج جمعت البارطاج ديالي وداخل لاكار وقف واحد خيتي قيمة شتا وانا عفط عليها وندوس ويتعيرني اون فرونسي قالت لي يا شوفاج. انا شوفاج صحابي ما فهمتهاش وانا نقول لها كليماتيزور. ويش عاود لي معيورة اخرى قالت لي كوا انا كوا دبرتي على اليوم ناري بنيش وانا نجمع كاع على فرنسي عطاني سيدي ربي الكونجيغيزون اتق اديكسيونير وانا نقول لها واحد الجمله قدك فرونسي قلت لها تفو طي ماجيسك يلا يلا فا اكسبريسيو كريت شات. انا عيطوا لي خدم في السوندر دابيل سما ما عجبنيش ما
زيدوا على ايكغيك تبغى تبرهيش ودخلت لقيت كلشي كيتمزك حنا جايين نخدموا وجايين نتمزكوا الا مشيت دفعت لي واحد المره سي في وما يعيطوا لي هاد واش معايا ديك اللي عرفتي ديك اللي في علبه الصوت هي شخصيا هضرات معايا فهمت فيها والو فهمت سميتي وكنيتي والله يجي نمشي عندها شوفها كي دايره مشيت دبرت على اللبسه جبت واحد الكومبلي ما لابسوش من عرس خشي اختي طلقات وانا نلبسو مشيت لسونطا دابيل مع الدخله ما بغاوش يدخلوني علاش مبانت عندي مع الفرنسي وانا رجع صاحبي حميد عطاني نضاضر غير هو حميد عنده نضاضر موسينك كيشوف والو عرفتي ما ضربتهم ديك الطلعه ديال دو مارس ولات كتبان لي 4 مارس درت فيها ها اش غادي نقول لكم ما وصلت غادي سونتر دابيل ما كاين غير التمربطه تم بصوت الف مقصور رجل هنا وصلت سونتر دابيل دخلت مع الدخله وجهي عندي وحده وتقول لي اش عبد الخاطر لا سونتر دابيل وتقول لي نو خويا هذا الفارماسي سونتر دابيل فوق قلت لها واه كنضحكوا معاك طلع سونتر دابيل دخلت خرجت عندي وحده عاوتاني خويا اش عبد الخاطر لا اونتروتيان نوعت وي تقول لهم عافاكم دخلوا على مادمازيل هاله عرفتي مادمازيل هاله كي دايره واش هاد الحاله دخلت عندها عرفتي دايره بحال مايونيز بيضاء عرفتي كون عندي الفريت نضربوا لها في وجهه بلاصه وي تقول لي جلس وانا نجلس وجبت لي واحد الورقه قالت لي غتعمرها فورماسيون قلت لها مرحبا وانا ندير نضاضر جبت ستيلو كتبت سميتي كنيتي غير سنيت ويتغوت قالت لي ويلي اش درتي حيت نضاضر لقيت راسي كتبت سميتي وكنيتي في الطاوله الورقه سنيت فيها قلت لها باش توضات الورقه عاقلين عليا قالت لي غنبداو اونتروتيان قلت لها مرحبا سيري على الله يرحمك خرج عيني وسط النظر ويدير فيها ويقول لها بريزونتيفو مالها جايبه معايا نقله انايا جبتها قلت لها ها وضعت عندو ما كنحفظ فيها كنديرها وهي مسكينه كتصحى ملي كنقرا القران ما حبستنيش ما سالت ويقول لها امين قلت لها لا براي présentez vos galères. قلت لها جو سوي ابراهيم جو ترافايي داك الشيء بالبلاصه ويطرح سؤال اخر من وراه قالت لي داك اكسبيريونس كان نو سمحي لي خصوصيه العائله ما يمكنش ويطرح واحد السؤال اخر هذا ما فهمت منه والو قالت لي طومبي باوت بالزربه وانا نقول لها انايا لا لا كنفضل ناكل هريسه عجبني واش عيط على السيكيتي جرى عليا مع الخرجه خرجت كنلقى صاحبي حميد ضارب ورموك خرج بنضاضر المسخوط وين وقف هنايا بعدين نضاضر وندير في الرموك ها يلا غنبدا حيت نضاضر وانا نلقاه هوندا ماشي رموك ميرسي ايوا بارك الله عليك. شكرا اخويا الله يحفظك بارك الله فيك الله يجازيك واه شكرا الله يحفظك الله يبارك تبارك الله عليك الله يحفظك شكرا ما بانتش لك اختي لا استاذ استاذ ماذا تفعلني هنا يا لبلان اختي تركتم قاعات الدرس فارغة وأتيتم هنا تتسكعون؟ ها؟ نخلي دار عشتكم دابا؟ ها؟
السلام عليكم. هل أبدو جميلا بأدوات الدرس؟ هل تعرفون سبب تخلف العلم في هذه السنوات الأخيرة؟ هل تريدون معرفة السبب؟ والله ما نقول لكم. ألا زلت تتذكرني أيام الأسبوع بالإنجليزية؟ نعم. يوم الاثنين مونداي، الثلاثاء تيوزداي، الأربعاء هذا داي داي مشي هذا داي ماذا؟ مشي بحاله. ها؟ يلا بغا تركبي على الجديد، أنا ركبتك في الجديد وجبتك العين دياب. يلا صافي مزيان هنا. تيارة ما بغيتيش تفهمي، انا راه كنبغيك، وخاصني انا وياك نخرجوا من هاد الدوار ونمشيو للمدينه. رانا كنهضر معاك، هادي راه الرومانسيه، هادي راه الترومانسيت. وجاوبي انت، وجهك صفر بحال اللي كتسناي الحكم. سمعتي ولا؟ انا راه كنبغيك وغنخرجوا انا وياك من الدوار وغنمشيو للمدينه. سمعتي؟ هادي مالها ما باغاش تهضر، راه واخا نعرف نشريك من عند باك الكيل. وانا كبر الحرام ها، طيح لي السكر، طيح لي السكر الدوار، عندك يطيح لك السكر، عندك يطيح لك السكر، كل مره تهربي مع واحد طيح لي السكر، عندك يطيح لك السكر. قلبي عندك يطيح السكر، لا ما تقولهاش، يطيح السكر، قولها ما يطيح لي السكر، الله طاح لي السكر، طاح لي السكر، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، طاح لي السكر، طاح لي السكر، والله خير، الله ياخذ فيك الحق، رد ما يطيح، او جي خومين، الله ياخذ فيك الحق، طيحتي لي السكر، او الله خط طيح لك شيبه، الله ينعل الشيطان وصل. بخباركم الشيطان غا كيخربا، كيقول لك دير شي حوايج باينين حرام، كيسحب له حنا كوان. مثلا كتكون غادي كتلقى تليفون كتبغي ترجعو لمولاه، كيقول لك طفيه وديه. طفيه وديه وشارجور من اجيبو؟ غير هو بلا شيطان، حتى حنا كنديرو شي حوايج غا الله يسمح لنا وصافي. بحال واحد خويا لقيتو كيشرب دجاجه الما طايب، قلت له اش كدير؟ قال لي بغيت تبيضو مسلوق. هادي غير الشيطان وما بخباروش. وكتلقى بنادم كيضرب الشقوفه وكيقول لك الله يعفو علينا الشيطان ود الحرام، حتى الشيطان كان كيقصص لك. راه انت اللي شريتي. الشيطان كيخدم في حاجه وحده، كيلقى شي واحد غادي مزيان في الدومين كيرجعوه للدومين ديالو، كاينه ولا ما كايناش؟ كتلقى مغني كيغني الشعبي وكيصور الفلوس وغادي بخير، كيجي الشيطان كيقول له علاش ما تقلبها الشرقي؟ كيولي بان لك مغني عنده الموسطاج والشعر، وجهه حرش بحال ركبه المسخوط. واش كيغني؟ حبيبي انت معايا وانا بتونس بيك. ملي سولتو قال لي كنغني ورده، على ورده يغني الخرشف. وكيغني الشرقي وكينسى وكيبقى يرجع للشعبي، كيقول في خاطر خويا ياسين وناس كندا، تعرفوا كتا شي هضمه. كتلقى مغني خر ما عندوش شاف فلوس الطاكسي، وشنو كيغني؟ تستاهلي مليون على دوك العيون. هي بصراحة أغنية أنا اللي كتبتها، غير هي ما كتبتش تستاهلي مليون على دوك العيون، أنا كتبت تستاهلي 160,000 على دوك العيون. شدات المغني زاد على 40,000 وغنى. في إطار هنا جات عندي واحد البنت قالت لي أنا ما عرفت واش ندير الطبخ ولا ندير الفن، قلت لها ديري بلاش. قالت لي لا أنا راه عندي، راه بغيت نمشي في هاد الدومين ونولي مشهورة. قلت لها عندك شي موهبة؟ قالت لي الصراحة ما عندي حتى موهبة، ولكن محمد عاطر ولد دربناك صافا با. قلت لها غني نسمع لك. بدات كتغني، قلت لها عرفتي عندك الصوت ديال باطمة؟ بدات كتضحك قالت لي ميرسي دنيا يا. قلت لها لا العربي. والشيطان هو اللي كيقول البنات الا درتو مع شي واحد تعطلوا، باش يعرفكم بعزكم. البارح درت مع واحد البنت، بقيت كنتسنى جوج سوايع في القهوة خاوية، ما كاين حتى واحد، والموسيقى رومانسية وانا كنتسنى، وديك الموسيقى رومانسية خدامة، بقيت كنسمع لها حتى وليت كنبغي الجيرو. عاد جات هي. الشيطان كيدير اي حاجه
هاد البنت هادي ما كتعجن ما كطيب ما كدير حتى حاجه والشيطان كيقول لها ديري الفيسبوك سناب شات واتساب كلشي وكتفيق حتى 11 وكتكتب لك الملل لا واسيت البلديه وكتبارطاجي الحكم والاقوال المعتوره. وهل تعلم هل تعلم انك الا تكوني قطيتي 8 سوايع بالليل كيأثر على العقل وكان عندك العقل كاع ما تكوني قطيتي 8 سوايع بالليل وكتلقى سميتها داخله بفيفي في الفيسبوك وهي كتلبس 44 دايره التصويره ديال نانسي فاش كتلاقى مباشره فؤاد الزبادي وكتلقاها الشيطان هو الوحيد اللي كيقول البنات وهو السبب اللي كيقول لهم شوفي ملي ديري علاقه مع شي ولد الحب راه هو العلاقات وداك الشيء زوين والرومانسيه والكلمات الجميله وداك الشيء راه كذوب الحب راه في القلب. الوالد كيبغي الوالده 30 عام عمرو ما قال لها كنبغيك ما كيقولش لها تسميتها كيقول لها مولا الدار بحال اللي كاري عندها. والشيطان الشيطان هو الوحيد الشيطان هو اللي كيقول دوك في السيكيريتي ديال السبيطار حبسوا زياره بكري كتجي للسبيطار بواك في الانعاش كتجي عنده السلام عليكم خويا بغيت تشوف الوالده في الانعاش كيقول لك خويا حبسنا الزياره مع الخمسه ولا مات مع السته. في الفرماسيان مثلا الدواء غالي بسبب الشيطان عارفينك شاريه شاريه. انا البارح خرجت لبست غا التيشورت خرجت كندور ضربني البرد مشيت عند مول الفرماسيان قلت له عطيني الدواء عطاني الدواء قلت له شحال قال لي 4400 4400 شريت جاكيطه كاع ما تشوف لا حتى لا برد بسبب الشيطان. هاد العام البيض داز غالي البيض دار جوج دراهم قبيله مشيت عند مول الحانوت قلت له شحال البيض قال لي 40 ريال قلت له كتبيضوا حتى لا قال لي غالي من عندهم صاحبي ودخلنا عليكم بالله البيض دار 40 ريال واخا يكون الدجاج كيبيض بالفتيح. شكرا شكرا تبارك الله عليكم مرحبا بكم في الدوار ديالنا. ها هي ولات كتبغيني قلت لكم الشيطان راه ما مزيانش والله ينعلو يخزيه شي انتي غباك واخا يسخف ستات المرات انا مزوج بك مزوج بك واخا نعرف نجي نخطبك بالسكر كلاصي راه بلا ما تبقاي ديري ليا دوك الشوفات وكتسناي وما كنبغيك انا واش كتعرفي الحب انا كنبغيك ياك بنت الحرام مسخوطه غادي تبردي لي الماء في الركاب مري غتبردي لي الماء في الركاب غادي تبردي لي الماء في الركاب برد لي الماء في الركاب لا الحاج برد لي الماء في الركاب لا الحاج برد لي الماء في الركاب لا برد لي لا برد لي الماء في الركاب الله ياخذ فيك الحق هاك الله ياخذ فيك الحق يا حنح سير سخنو سير سخنو سير سخنو سير القرطيطه سيري سير انت طول من رمضان الشيطان قدك دير الطربوش بحال واحد يدور حتى البرويطه هادي وناري مالك هادا داي 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 هادا داي 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 هادا داي 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 اش كيقول فاش جينا الناس فيهم ما ذهب فيهم من حاس احنا يا مامنا شكلهم هادو يمنا ماشي يا ما هو حاس باللي الناس ما حبلناش وما كاين باس هادي حياتنا ماشي حياته ربي حاسبنا وما مالو حبك موتيفيشن كيحرك سنسيشن بيبي لا دويليشن انا ندير كاع ريفيليشن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم my baby girl oh تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم my baby girl كبيبة تيا ماشي بحالهم غدا ضي ضي ماشي بحالهم عمري تيا ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم هارواي ماشي بحالهم ناري ناري ماشي بحالهم ماشي بحالهم تيا بعيدي جابت لينا حرق الراس احنا احلامنا ماشي احلامهم عمرنا ما كنا بحالهم كلامهم طرطاس وانا معاك ديما لباس
احنا يا غادي نسدو فمهم ربي حاسبنا ومن مالهم. انا قلبي في فيبريشن حبك ما كاين في تاشي نيشن ويلي ويلي شهد الايموشن حبك لي كاين وما كاين ما احسن. انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جول انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جول كيف انتي يا ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم غنهزك فوق كتافي انا ما نعياش بلاصك باي كاينة ديما فوسط عينيا انتي بوحدك اللي عندي في الدنيا. انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جول انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جول كيفي بنتي يا ماشي بحالهم خذ طي طي ماشي بحالهم عمر انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم هاي واي ماشي بحالهم ناري ناري ماشي بحالهم هوا هوا ماشي بحالهم انتي يا بيبي ماشي بحالهم. نفقوا لنا بحرارة على أمينوكس. أمينوكس درتينا في مونينيكس ودورتينا عسرنا كاين دريك نشيط نشيط جميل جدا واعطيونا شي تصفيقات حارة. بغيتكم تصفقوا لي على الدقيقية حرارة الله يذكرهم بخير كيعرقوا على رزقهم هما وتسونامي. تسونامي لا دات قرقران خويا فوالا حنا في اطار الفكاهة فقط. انا شخصيا كيعجبوني الدقيقية دقيقية ما كيوقفوا كيبداو كيغفلوا اه واتاني واتاني يا وليد الله كيقولوا كياكلوا بس قولوا مرات دخلوا دابت اه واتاني واتاني يا وليد الله كيزاشكم جلابية. شكرا شكرا صافي بليزير والله. هاد الجلابية كاين جوج الانواع ديال الناس كيلبسوها. كاين واحد النوع ديال العيالات كتكون في القيصرية تا كتخشي داهنة وكتسمع الطاق ديال اش الله علم عاد باش كاينين الشباب شباب الريف الحسيمي شباب محمدية وي خشي الدين بحالك تكون غيطلع خيلاش خدامين داخلين عليا نتوما بحال الروندا. ساطاتي كبيرة اسمها سميرة. ساطاتي كبيرة اسمها سميرة. بلاش 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 نفهموا فين كنتو؟ كنا في المدرسة. اشنو قراوكم؟ قراونا المسرح. عايش وليدي علمونا نمثلو. يلا سير ديروا لك داكشي اللي علمونا. اه وريني يلا حيت شكارة باش ما تعقل على داكشي اللي حفظونا. بلاتي لا يطيح لي داكشي. خاب شوية زير زير. أنا الشجرة. أنا المنشار. جيت يا الغدار غنحسن لأمك بلا زيزوار. وعلاش؟ انتي وليتي متبرجة كتخرجي عريانة. لا أنا لمسة حوايجي. فين هما الأوراق ديالك يا شجرة؟ ها هما ولاد انتي متبرجة. انا كنت كندافع عليك ملي كان عمر الصيد كيقول الغابة نعمة بحالها بحال الدار حرام تضيع بسباب النار. وعلاش انتي ما خاصكش النار؟ وشنو خاصني؟ انتي خاصك العافية يا متبرجة. شكرا. خاصك المشويطة. شكرا. سير 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 الدراري توداو راه قرب يأذن دير الوضوءات كاملين من الصغير وانت غادي فيني
فيني هلا حاول كاويني حاول كاويني جو واحد جوج يسولوا عليك وبغينا نتنفس شكون هما دوم قدم شكون واحد جوج راه داير نظاظر ولاسين كوسيم ومرباط مرباط اه وكيقولوا كيقولوا هذوك الطبقه اللي تيدوي كيقولوا مون اكس مون ماك جينيرال بول غروسو مودو شنو جيت مون اكس علينا ولا شنو يلا راه غيديو غيديوني غيديو واش يا وليدي اش واش بغيتك الرباط ما قاديد ليها لقيتها شنو هي هذه ابره بتقوبة لا رد البلاصه خاص ضروري تكون تقوبة شكون انا شيف وانت اجودان شيف اسمح لي والله ما نعاود اسمح لي مبروك عواشركم سنني تنقول مبروك عواشركم اسمح لي يا الشيف والله ما نعاود الكره الارضيه قال لي قد حبه رمل في الكون يا ربي سلام وتخيل معايا قداش غتبان فيها البعوضه تقول قداش غتبان فيها البعيضه شنو هي هذه كتكون فوق البعوضه واقول قداش غيبان فيها البعيض راجل البعيضه لا ولدها وغتزيد شي جوج كلمات اخرين غتخرج تبعد مني صافي واش انا عباد الله كنهضر على الكره الارضيه والعالم والمجره والكون والعلم وانت كتهضر لي على البعيضه عرف معايا حاجه واحده ان الكره الارضيه الشكل ديالها بيضاويه الشكل يعني بحالها بحال البيضه والبعيضه ما عندها حتى دخل فيها دابا بغيت نقول لك انا راه البعيض راه راجل البعيض ماشي ولدها باش عرفتي راجلها وراجلها راه واش اللي عطى الله واش اللي عطى الله ودمرك صاحبي فيك الحاضيه خلي البعيض والبعيضه يعيشوا حياتهم وعيش حياتك انت مالك صاحبي وديع راه بغيت نعيش حياتي وما خليتينيش واش انا عباد الله كنهضر على الكره الارضيه وانت كتهضر لي على البعيضه اش هاد الحياه ديال البعوض اش هاد الحياه ديال الشنيوله راه عندك الصحه صاحبي قداش غتبان فيها الشنيوله حيتاش دابا شني ولا بطل حرام راه مني كتلاقي وديك البعيضه راه بنادم كيمصوا ليه الدم ديالو كتسطى عليا كنضحك معاك اصاحبي راه ما كاين لا بعيض لا بعيضه كاينه غير شني ولا وكاينه دوده القز كتحشي لي الهضره لا كنجيك نيشان كنجيك نيشان ونعاود نجيك نيشان حيتاش على بحالك انت ولينا ديما كنصوموا معطلين الناس تصوم بكري وحنا معطلين دابا سعيد دابا عارفك كتزرب عليا دابا اش قرب الصيام دوده القز اش من عالم السؤال هذا راه حطوا لهم في الباك وما عرفوش يجاوبوا عليه واللي قلنا حاطين لهم دوده القز كون حطوا لهم البعيضه كون كلشي جاوب ومن هذا المنبر كنوجهوا رساله للوزاره ما تبقاوش حطوا للبشر دود القز حطوا لهم بعيضه تخلي كل شيء ينجح وديع نسى البعيضه ما تبقاش جبد ديال البعيضه نساوها تمنا احنا ولاد البعيضه الكره الارضيه نساها سيتها نبدلوا احنا قاعد الموضوع بدل تمنا بدلت الجاكيت
تبقاش تضحك انت ماما. واحد القضيه في رمضان كلنا كنفطروا بها، شناهي هي؟ الحريره. خاصك تعرف الحريره الاصل ديالها منين. الاصل ديالها منين؟ اه سي. الاصل ديالها فرنسي. اصل ديالها فرنسي. وانا نعطيك المعلومه سير، سميتها لا سوب. شو غير من السميه ديالك كيفاش دايره لا سوب؟ من فوق الشربه كتسمع. حتى تعال تفرج الحريره عندنا حنا، معاك كتشربها كتسمع خروط. انا خروط عليا وخروط عليك. حريره عندنا راجل هنايا عامره كتلقى فيها الحمص دس شعريه خيزو. لا مطيشه قرعه. وانت في رمضان كتلقى الفرق ما بين الناس اللي كيفطروا، الفرق ما بين الناس الهاي كلاس والناس الشعبيين. دابا الناس الهاي كلاس كتلقى كتبقى نص ساعه للفطور، الراجل كيدور هو ومرتو. حبيبه عندي لو بتيت فوتين بتيت فوتين فوتين يلا يلا سك 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 حبيبه عييت واش منعرقوش صافي رجعوا للدار يلا سك 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 سك. وكتلقى كلشي عندهم بالرياضه. حبيبه الكرواسون سالامونجي سك 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 سك. كيهزوا ديك الكرواسون كيضربوا نديغه ماشي مدغه ديغه كيحطوها. بقينا العصير صالون سك 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 سك. كيهزوا العصير شو صاحبي هاي اختي انت. كيهزوا العصير كيضربوا جغيمه ماشي جغمه. اشنو بقى لي الحبيبه؟ تميرات فين؟ في بيت الناس. لا شعبيين لا، كتلقاهم اول حاجه حاطين طبله فيها كل شيء وما كاينش الفيتامينات. حصيره كتلقى بيت كاريه ما عندها لا باب لا شرجم، كيفاش نقزوا الله انا. وتليفيز الحمد لله وكل شيء عرقان باقي ما بداو. واش كتلقى محطوط في ديك البيضه؟ اول حاجه هي الحريره بالبيض، كتلقى الحليب فايدين مع البيض، مسمن معمر بالبيض، نص نص ديال البيض كيضربو كيقصيو. كيبدا ضباب متردد. اش من ضباب متردد؟ الضبابة. والضبابة الضبابة الضبابة مد يدك تقطع كاينش. ودابا باش كنعجبوك حتى في رمضان الحمد لله كلشي كيكثروا الحسنات. اه ديك النهار غادي انا وديع. لا غادي بوحدي. ثبت معايا غادي بوحدي. غادي شتا بعينيا اللي غياكلهم الدود. اه لا غياكلهم بعيطه. كيبقى يحشي لي الدود مره مره شتو. اه واحد السيد فيه الايمان تا هو غادي جنب الشانطي واحد الوقيته ويتبان ليه 4000. يا سلام زرقاء. تلفتها ما كاين حتى حد، تلفتها ما كاين حتى حد، ويتك على ديك 4000 وحطها جنب الطروطوار. اوه 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 حطها جنب الطروطوار صح. وفي رمضان؟ اه إماطة الأداء عن الطريق. وديك النهار كنتفرجوا في ماتش بحال هكايا، الحكم قال بينانتي، هذاك حط الكرة ضربها زقلها. الحكم قال لك بيت. الله يا الحكم بيت. مين جدي البيت؟ انما الاعمال بالنيات. نواي ماركي خاصو يتحسب بيت. وكانت الاعمال بالنيات كنت ديرها كاس العالم. ولكن الواعره هي دابا في رمضان في الاحياء الشعبيه كيكثروا دوك التورنوات. وتخيل معايا دوك التورنوات شكون كيلعبوا فيها؟ المقطوعين علم كيفيه السوف الوالو. عمر شي تورنو كملات. وتخيل معايا بنادم مقطوع وصايم والحال سخون. كيصفر الحكم كيحط الكره بحال هكا.
فرقه كامله على قدك الدور والكره باقى الوسط. يا ويلك كنت مشيت تمسها. كيموتوا على الكورة والبعيدة. ميرسي ميرسي تبارك الله عليكم. حبيت تا هي الناس الرباط بعدا يجي من الرباط وتقول البعيدة. يا البعيد تبارك الله عليكم كسترينا الرباط 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 كازا بيملاد محطة الرباط كازا بيملاد. بارك الله استاذ بارك الله عليكم. المهم شفنا المسائر لقينا غير واحد ليبره هنايا. الله يهديك ليبره ومطقو باش ايوا تايد تيدير شي تاويل ديال الخير ان شاء الله. الله يسلمك شكرا ما كنشوفو مسيرين صبابطكم عندنا داك اللي ضرب حتى اكتب معاه افزي اوف جوني مار طاحت واحد القضية باش كنت لقيت شي ديال الشبيكة لقى شوية ناس كيديروها واش إخوان من الغرباء بغينا نعرفو شنو فرنسا لا راني لي فرنسا هنا تنضحك معاكم صافي واخا نبداو في سكيتش دابا هاو غندخلو دابا لونتخي سكيتش ألوغ رمضان كريم عليكم باش ما تمنيتو إن شاء الله ماشي هو هذا الموضوع ديالي الإشهارات اللي كيديرو لنا في رمضان يا سلام سي سي تري مينيون كوتي شو يا سلام واحد الاشهار انا اللي كيسالي معايا هو ديال واحد السيد كيجي بعدا كيبان هو الاول في الاشهار كيوقف كيقول لهم انا سميتي خالد عزيز عليا الشباكيه ومريض بالسكر شنو هو النظام الغذائي اللي ناخذ في رمضان طاق كيحيد خالد كيجي واحد اخر السلام عليكم سميتي مصطفى عزيز عليا الحلاوه ومريض بالسكر شنو هو النظام الغذائي اللي ناخذ في رمضان طاق هيدو مصطفى كتجي هدا سلام فوزيه والله عزيز عليا العسل عرفتي ولا كنحل ومريض بالسكر وبغيت نعرف شنو هو النظام الغذائي اللي ناخذ في رمضان كتحيد فوزيه كيجي واحد اخر لابس طابليه بيضاء ومو الاشهار كيدخل تيقول لهم السلام عليكم كرجعوا اليوم كاملين وعليكم السلام ورحمة الله تعاود داك الشيء اللي قالوا كاملين هما انت خالد مريض بالسكر وعزيز عليك الحلاوه بغيتي الشباكيه وداك انت مصطفى بغيتي الحلاوه وداك الشيء بتاكاتي والحياه تمام ناتشورال لي زيفي كيجي عند الاخر انت فوزيه كذا ويزيز عليك كذا ما عليكم الا اتصلوا بالطبيب ديالكم كيقول لهم الحل اشهار اخر ديال المناظره تيقول لك افتح وفرح شنو فيها بربوقه واحد تو قال لهم كان عندي حساب بخير كورونا بخير واحد الدري صغير عندنا في الدار سمعت اشهار تعقد فيلم ديال الخريع اشهار خصك تدخلونا الصحات المكاتا شويه الموسيقى داني داني دان ما عليناش ماشي هو هذا الموضوع ديالي انا بغيت نلف العطيس هادشي ديال الامراض كيكثروا بزاف ديال هادشي والعطيس انواع كاين العطيس ديال صحاب النفحه هذاك اللي تيدير نفحه الى عطس كيلوح كسكسو ضروري تطرف منه شي حاجه واو فشو وكاين العطيس عاوتاني العطيس ديال دوك الدريات اللي تكون هي والصديق ديالها فاش كتبغي تعطس كتقول ات كيسولها يقول لك كيقولها مالك كتقول لي فيا لاكريب كتسي ليها الشكل كتقول شرواح فاش كتكون مع دارهم
الى عطسات الفاكهه كطير من تباصل. التلفازه الا كانت فيها دوزام كتولي فيها ميدي. عندنا شي عطيس واحد السيده راه كتقول العشيه فارس النهر جباسون تصفيقات. الصعيبه هي تكون في شي رينيو بحال هكا وهذاك اللي كيشرح كيشوفك انت هو اللي مهم كينسى الاخرين كيبقى لك شوف لا كومباريزيون ديال هادي خصها تكون في الاخرى كيشوفك غير انت وانت فيك الرواح تيك تما كيركز عليك ويا جايه وبالتحرى انت تجي واحد المجيء شحال ديك الودن فاش كتكون عامره في الماء وكدير بش كتحس بحيره تحلى تما كيشرحوا كيشوفوك ويا جايه ما كتكرهش تقول لي ستوب خويا حك ليني في خويا حك. عاد باش كاين العطيس ديال داك النوع اللي تكون عندي الفم عرفتو كيديروا الفم عرفتي كيعطس فمو كيقطع الشانطي واحد السيد راه عطس فمو طاح عليه في قرقاره جبدو يوف السيلا بحال هكا دارو ولا عنده فمو ديال الدان ولا عنده لي باك ديال الدان داني داني دان ديما ديما مبروك عواشركم رمضان مبارك سعيد يا سلام. رمضان اللي كيسالي معايا في التلفازه وهذوك بعد الفنانة الله يجازيهم بخير. لا انا رايان دابا غنشرح لكم رايان شنو رايان راه كنبان رايان ولكن الكارت ميموار حمودة فهمتي كنكون مأدب مع الناس صافا اختي الله يبارك شنو هو ما عليناش شي حوايج كيديروا لنا في التلفزة زوينين مثلا بعد الفنانة اللي تيغنيو كيجي رمضان كلهم كيقلبوا السيل موجة كتلقى واحد واقف كيقول رمضان عرفناه رمضان شنو قلنا لك حنا بالعياد راه رمضان وفي رمضان كاينين انواع ديال الناس كاين واحد النوع تيقول لك انا ما تنتسحرش من الفطور حتى الفطور نباتي السحور هو واحد شي حويجات زوينين انواع مدام قوت القلوب فاش كتنوض السحر يا سلام بالفواتير كتنوض يا جوزيف ديالها باقي ما حقش عليه تا هو كينوض معاهم كتسحروا بداك الشيء زوين فرنسي سلاد فخوي سلاد ساركوزي الريب يا سلام كاين عسو تيخليو التلفازه شاعله سباغاف سالير داي سبيسي بيض ما كانتوش للاسف الى طليت لي على الاخرين اكوتي 25 فرد كلشي نايض مفرقع كلشي نايض مشقق الام كتلقى شعرها كيعاير المله شعرها كيقول دالي دالي غونزالي فيكساسيون عرفتي داك الكناس بحال هكا كينوض هو بعدا كيتلمط فم مع كينوض كيقول لهم بات بات وحل غا عيني بابا هم سوا نايدين عيني مسدودين عرفتي دوك النوع اللي تيقول لك انا فاش كنفيق الصباح ضروري نكمي كويروات ياك ونشرب قهوه كحله باش كنحل عينيا وطواطا باهم كينوض عينيه مسدودين مخلي على الطبسيل وكيغمس في سانيته جدو مبارك لهم شربوا الماء غدا النهار طويل خارج بهم اولمبياد سيدني جدها واعره كتبقى فيك في هذيك البلاصه هيها كيبقاو يصيفطوا لها الحسوه 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 سو تا كيأذن وكتجبد عصيري ما تتصومش اجي دوك كيبغيو يجيبوا الفطور كيجيب كرواسون من دومارس ميل فاي كيهود لها الغاندي تا نسهام تا كلشي مشي عرفتي في رمضان راه واحد القضيه راه في شكل شحال من واحد كتقول هذا راه هو الانسان اللي بخير وكتلقى ماشي هو اللي ماشي بخير كدوز بحال هكا كيدوز شي واحد تيقول السلام كتعرفنا اخويا تقول لي السلام ها انت بعد اللي جاي بدا يسلم ها السلام راه عندها قوانين ونبداو نطوب انا ما تنتقطعش ايوا وفي الليل كيولي واحد اخر مع الهنشو ليكس وداك الشيء لا سي فري دابا داك السحور مالو هو راه طيب مع تسعود كيسخنوه مع ثلاثه بطاطا كتهفط على اختك تسناها في المحطه تقدر طير من الشرجان تضرب شي واحد اي 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 فاسمه 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 يخيطوا لك وي 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 دابا بحال مثلا دابا في رمضان واحد السيد ساكن حدانا كيستعمل الممنوعات لا حياء في الدين
شحال واحد كيستعملهم تيقول لك اوف او دابا او طبعا ماليناش. حط واحد السيد الزبل حدا الدار عنده ناض الصباح قال لي علاش حطيتي الزبل؟ السيد يلا بغى يشرح ليه قتلو سلخو دك دك. العشيه صافي كيجلس دقيقه الراديه اللعيبات كيصوب الهانت وفيكس لا حول ولا قوة الا بالله. واش انا اللي درتها؟ كيمشي عنده تيقول لي سمح لي راه الصباح راه كنت شويه مديرونجي وداك الشيء سمح لي الله غفور الرحيم. داك السيد كيقول لي الله غفور الرحيم سي بون الغد لي نفس المشكل عتقد له الصباح العشيه الله غفور الرحيم. رمضان كله مشى بحال هكا الصباح كياكل العشاء وفي العشيه كيزيد يدخل الله غفور الرحيم بارك الله عليكم ميرسي. دابا نكملوا في الدريات مشاو نكملوا دابا في النشاط باش نكملوا النشاط غنخليوكم مع البوغوس ديال ايموراجي النشاط هذا ديال ورزازات الناس ديال ورزازات هذاك الشيء ديال خليني من هنيني بلا ما نقدموا لكم ها راه كتعرفوه السلام عليكم. اخي بسيناريو يقدر يوقع لك هو ملي كيتوضر لك الهاتف النقال وكتلقى راسك راه حافظ النمره ديال صاحبتك ولكن النمره ديال امك ما عاقل واش كتسالي ب 76 ولا 75 كتعيط لك الوالده ديالك وكتقول ليها فوزيد دو لا بار دوكي. واحد القضيه كتوقع لينا ملي كيتوضر لينا البورطابل شنو هي؟ هي كنا كنقولوا بقاو فيا غير النماري زعما بحال الا الريبيرتوار عندك فيه شاكيرا والبورطابل فاش قمطوك الدنيا هانيه. ولا كيقول لك اسيدي لينفرض ها البورطابل كاع مشى وعطيناك النوامر وفين غتجبدهم تيليكوموند ديال التلفزيون. دابا واحد الله العلي العظيم انا نهار مشى ليا البورطابل 3 شهور وبغطى شادني قال لي الوالد راه واقيلا جنون قلت ليه لا سمارت فون راه التليفون اللي مشى الوالد. ولكن واحد القضيه زوينه البورطابلات ديال بكري كانوا زوينين علاش؟ ما فيهم لا تصاور لا فيديوهات لا واتساب كيطيح لك الدنيا هانيه بخير وعلى خير. اما ديال دابا الا طاح لك عرفتي تدخل عند مالين الدار تقول لهم توضر لي البورطابل كلشي غيشد راسو علاش فيه التصاور ديال امك لابسه الشورت ديال الوالد عمتك كتوضى منصف لابس السروال ديال الزهره مع النقال الكلب ديال ليلى ما عرفتش من علاقه كتربطهم واصلا الكلب ديال ليلى اش كيدير تما. والمشكل هو كاينين شي فيديوهات ديال الواتساب تما يا سلام عرفتي هذاك الفيديو كاع اللي داخل سوق راسو خصك تديه الغابات بوسكوره باش تشوفو وتشوفو عن صمت. ولكن تعجب علاش الناس كيديروا تصوروا هذا العجب هذا وكتلقى واحد مصور مراته كتشطح غتبيع الفيديو لقناه وناسه ولا مصور مراته بملابس منتصف الليل مالك راه تصور راسو سون دي سوفونير الا انت مصور مراتك في ديك الكسيده راه ما بقات سوفونير ولات مونتيف. تصور عاوتاني كتلقى شي دوك الدريات ديال ليسي كيصوروا بعضياتهم شي فيديوهات يا سلام شي فيديوهات فيهم شي حركات رياضيه لا تناسب الجمهور الناشئ. عرفتي هذا الفيديو الا طاح فيه شي زفري بشحال غيبيعوا؟ اما الا طاح فيه شي مخرج مغربي راه الجزء الثاني ديال الزين اللي فيك. الصراحه الله يعز البورطابلات القدام صراحه كتلقى بورطابل صحيح كتعرف كتحس براسك شاري بورطابل. عرفتي الا درتيه في الجيب ولبشتي شي سروال الحزام ديالو شويه مرخي وسهيتي تلقى السروال نزل لتحت شريت اشري التعبئه انت جالس مع شي ناس مهمين وكتدوي على السياسه الخارجيه ديال المغرب في 1995 وانت راه السياسه الداخليه عندك كتعيش ازمه عويصه في السنوات الاخيره وكتلقى البورطابل قدو قد الياجوره عرفتي بلي كتدوي فيه وكتسالي كتحس بهذا الجنب هذا بحال الا تعرض لاعتداء جنسي. شكرا شكرا اسمحوا لي راه زيت من زاكوره جا عندي واحد الصديق ديالي قال لي بس جادور رمضان عزيز عليا رمضان ما كرهش تكون فيه شهرين
نزلتو زاكورا صم معنا النهار الاول غد لي قال لي باس شحال باقي العيد صغير قلت لي ما بقاتش صهرين قال لي لا نسيت مون شارجور دايباد ا باري قلت لي جلس هو تشارجا معنا هنا عرفتي ملي كتفيق في زاكورا مع العشره كتلقى الناس اش كي دايرين كتلقاها كيبقى غير الفيديو الاوديو الام بي 3 ما بقاش عرفتي الا بغى يضرب معاك يقول لك تم ورا المغرب الانرجي راه ما بقاش وكتلقى دابا شحال واحد كيصلي بالبورطابل والبورطابل فيه شي فيديوهات ديال الواتساب انا كيجيني هاد البورطابلات راه خصك ملي توضى خصو حتى هو يتوضى معاك الله العلي العظيم انت راك موضي ما كتجي فين تسالي الوضوء حتى كيجيك اوديو من عند جميله ماكيوز اش غتقول لك زعما اذكار الصباح والمساء راه باين شنو فيه وكيشحب واحد كيصلي وكيخلي الكارت تجي مطلوقه مع كيركع كيجيه فيديو ديال الواتساب هو عارف شنو فيه كينسى على سميع الله من حميده كيقول لا حول ولا قوه الا بالله تبارك الله سبحوا لي على باسم بس لنا الموسيقى سكتوا غنقول لكم ما غيجيش باترون تنفسوا يا اصدقائي وحنا بدينا دابا بالفيشتا ياك سي باسو ساليوها بالفيشتا ساليوها بالفيشتا معنا واحد فنان انقيمي دار فيديو كليبات ياما تضرق يا شامه وداك الشيء كاين ارى ليا القصير ارى ليا حميد السرغيني كلشي معنا I'm gonna make it.
كلشي مع الحيط. أزغب سيلة Hey, who?